بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لي نريد أن ننبه على أمر وهو قضية عمل الإفتاء في منطقة المدينة. أنا سبق وأني استعفيت من هذا العمل، والإخوان اليوم أكثروا من الرسائل والأسئلة عن هذا العمل، لأنه عندي عذر ناحية الصحة ولا أستطيع الحقيقة القيام بهذا الأمر، وقد قدمت استعفاء من هذا الأمر. ولو أني بليت به لا أستطيع بحال أن تستمر دروس طلبة العلم، ولذلك أنا أرى من ناحية شرعية أنهم أحق وأولى من ذلك، لأن المسؤولية أعظم. فالإخوة لا ينشرون يعني هذا الموضوع. بالنسبة للاستعفاء أنا استعفيت منه، أسأل الله أن يبدل خيرا مني وأن يجعل لنا أيضا خيرا في الانصراف عن هذا الأمر. وحتى أني في بعض الدروس الآن ما أستطيع، يعني بعد الدرس لا أستطيع أن أقف الفتوى كالحال قديما، فلا أستطيع الحقيقة القيام بهذا الأمر بحال. فالإخوة الذين يسألون عن هذا الأمر، لأنه كثر السؤال خاصة أن اليوم نشر أنه سيفعل هذا، وهو قرار سليم فيه خير للناس أن يوجد المفتي لأسئلة الناس وفتاويهم، ونسأل الله بعزة وجل أن ينفع به الأمة، وجزى الله ولي الأمر ولاة الأمر كل خير على نفع الناس وتوجيههم والحرص على مثل هذه المناصب التي تنفع الناس ويكون فيها الخير. لكن ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ونسأل الله أن يجعل ذلك خيرا لنا ولغيرنا.